صباح الخير أحبائي وأعزائي، اليوم الجميل ويوم الحب ويوم السعادة معكم أحبائي المشتركين. اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، من 29 شهر توت 1739 شهداء. اليوم 29 من الشهر المبارك توت، أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في هذا اليوم تذكار الأعياد السيدية الكبرى، البشارة والميلاد والقيامة. الأعياد السيدية الكبرى إذا وقعت 29 من الشهر القبط يوم أحد، تقرأ بطول 29 من برمهات. وفي مثل هذا اليوم استشهدت القديسات العذارى أربع سيما وغاسة وأخواتهما اللواتي كان معهم أيام الملك ديقلديانوس، وذلك أنه هذا الطاغية أراد أن يتزوج من أجمل صبية، فأرسل المصورون إلى جميع الأصقاع وأمرهم أن يصوروا له أجمل فتاة يقع نظرهم عليها، ثم يوصفونه له وصفا دقيقا. فلما وصلوا إلى نواحي رومية دخلوا دير للعذارى، فوجدوا هذه القديسة أربسيمة ولم يكن من يمثلها في الجمال، فأخذوا صورتها وأرسلوها إلى الملك، ففرح بها وأرسل يدعو الملوك والرؤساء للاحتفال بالعرس. فلما علمت أربسيمة وبقي العذارى وبذلك بكينا وخرجنا من الدير، وهن يتوسلن إلى السيد المسيح أن يعنهن ويحفظ بتربيتهن. ثم هجرنا الدير وأتينا إلى بلاد أرمينيا في ولاية تريدانيا، وأقمنا داخل معصرة في أحد البساتين الخربة، وكان يحصلن على كويتهن بمشقة عظيمة بواسطة واحدة منهن تصنع الزجاج وتبيعه ويقتن بثمنه. ولما طلب دقلديانوس أرباسيما لم يجده وسمع أنها في بلاد أرمانية، فأرسل إلى ارتداده الوالي يعرفه بقصتها لكي يحتفظ بها. ولما عرف العذارى ذلك تركن معهن واختفينا في المدينة، فدل بعضهن عليهن، فأمر تردان بإحضار أرباسيما ولم ترد اختطفوها، وإذا لم ترد اختطفوها وأتوا بها إليه. فلما رأى جملها أراد أن يأخذها لنفسه، فلم تمكنه من ذلك، فأحضر لها أمها لعلها تطيب قلبها، ولكنها كانت تعزيها وتصبرها وتعددها وتوصيها ألا تترك عريسها الحقيقي الرب يسوع المسيح، وألا تدنس بتوليتها. فلما علم بما فعلته أمها أمر بكسر أسنانها. أما القديسة أرباسيما فقد أعطاها الرب قوة، فتغلبت على الوالي بأن دفعته بقوة، فسقط على ظهره وخرجت وتركته ملك على الأرض، مع أنه كان مشهورا في الحرب بالبطولة والشجاعة. فاعتراه الخزي إذ غلب من صبية غلب من صبية عذراء، وأمر بقطع رأسها، فأتى الجند وأوقفوها وقطعوا لسانها وخرجوا عينيها وقطعوها إربان. فلما اصطفاها قال والي ندم على قتل القديس وأمر بقتل بقية العذراء، ففعل الجند قتل به وسلخوا جلدهن، ثم قطعهن إربا وطرحهن. وكانت واحدة منهن مريضة راكضة في كوخ، فصاحت الجند أن يلحقوها بإخوتهن فقطعوا رأسها أيضا، ونن جميعهن إكليل الشهادة، وقتلوا أيضا من أتى به سحبتهن من رمية. وبعد نيحتهن جن الوالي وأحصار به الأطباء حتى داهوا القديس غرغوريوس أسقف أرمينيا، وصلى عليه فبرأ من داهه وآمن بالسيد المسيح، وأخذ أجساد القديسات الطاهرات ووضعها في مكان مقدس، صلتهن تكون معنا ربنا المجد الدائم آمين. وفي هذا اليوم تذكار نيحة القديسة فيرولينا، صلواتها تكون معنا آمين، ولربنا المجد الدائم آمين. رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الإصحاح الخامس، فكونوا متمثلين بأولاد الله بالله كأولاد أحباء، واسلكوا بالمحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسم بينكم كما يليق بالقديسين، ولا القباحة ولا كلام الشفاهة والهزل التي لا تليق، بل بالحري الشكر. فإنكم تعلمون هذا، أن كل زان أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. لا يغركم أحد بكلام باطل، لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية، فلا تكونوا شركائهم لأنكم كنتم قبلا ظلمة، أما الآن فنور من الرب اسلكوا كأولاد نور، لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الله الرب.
ولا تشتركوا في أعمال الظلم غير المثمرة بل بالحري والدخوة، لأن الأمور الحادثة منهم سرا ذكروها أيضا قبيح، ولكن الكل إذا توبخ يظهر بالنور، لأن كل ما أظهر فهو نور. لذلك يقول: استيقظوا أيها النائم وكن من الأموات، فيضيء لك المسيح، فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مبتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب، ولا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلؤوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح لله والآب، خاضعين بعضكم لبعضا في خوف الله. أيها النساء اخضعن لرجلكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد، ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجلهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نسائهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه بأنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوت ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر العظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة، أما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته وهكذا كنفسه، وأما المرأة فلتلهب رجلها. سورة قسيس: كان يوزع حلاوة المولد على المارة في رمسيس. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لكاهن يوزع حلاوة المولد على المارة في ميدان رمسيس وسط القاهرة، محبة من المصريين. بالصور: مسلمون ومسيحيون يوزعون الشربات بالمولد احتفالا بالمولد النبوي بالاسكندرية. تنفرد محافظة اسكندرية بخصوصية شديدة خلال احتفالات المولد النبوي الشريف سنويا، إذا اعتاد أهلها على توزيع الشربات بالموز في مشهد لا يوجد فيه سواه. وشهدت منطقة الإبراهيمية شرقي الإسكندرية اليوم السبت توزيع مسلمين ومسيحيين لأكواب الشربات بالموز على الأهالي ابتهاجا بالمولد النبوي الشريف بالنسبة للإخوة المسلمين. وفي هذا النطاق أيضا فيديو ياسمين وعز، البيت اللي بتمارس فيه الدجاجة عمل الديك مصيره الخراب. قالت الإعلامية ياسمين عز إن ما ينفعش تقولي لجوزك وهو نازل خد كيس الزبالة في إيدك. وأضافت ياسمين عز خلال تقديمها برنامج كلام الناس المذاع عبر الفضائية: أبوكي لو نازل من البيت عمرك ما هتقولي له خد كيس الزبالة وأنت نازل. وأضافت لحكمة صينية قرأتها الصبح وعجبتني جدا، وهي البيت الذي تمارس فيه الدجاجة عمل الديك مصيره الخراب. متابعة معنى الحكمة: إن الفرخة ما تعملش شغل الديك. شكرا ليكي، واخبار جميله واخبار حلوه، ودايما يا رب كده نتمنى كل الخير لكل المصريين وكل الاحوال الطيبه. احبائي واعزائي، لكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم امين. مع كل تحياتي وكلامي لكم، ان تنسوش اشتراككم بقناتكم قناه الملكه والامير، ويا رب دايما تكونوا خير وسلام وسعادة وأحسن حال. سلام الرب يكون معكم أمين. لا تنسوا اشتراككم وإعجابكم وتعليقاتكم ولايكاتكم. مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. أليس الأمة التي تحارب الفقر بالدعاء والبطالة بالزواج والإنجاب هي أم ميتة أو أمة ميتة وإكرام الميت دفن؟ قالت الفنانة اللبنانية أليس أن الأمة التي تحارب الفقر بالدعاء وتحارب الجهل بالمناهج الدينية وتحارب التخلف بالفتاوي وتحارب الفساد بخطب المنابر وتحارب انقسام المجتمع بالمذهبية والتكفير وتحارب البطالة بالزواج والإنجاب هي أمة ميتة وإكرام الميت دفنه. أمر عجيب وغريب،
جاءنا أيضا الأخت سلمى المبجحة، سلمى أبو ضيف، فرحت الشباب لما راحت المهرجان، فرحت الشباب لما راحت المهرجان من غير بنطلون. الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف قامت بنشر صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي من أجل تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام. ماذا قالت؟ سلمى أبو ضيف ظهرت من خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، والتي ظهرت هناك من أجل المشاركة في أسبوع الموضة، وقد ظهرت ومرتدية بدلة غوت شورت قصيرة للغاية والتي جاءت من اللون الأسود ومفتوحة من منطقة الصدر والأبخاد، وقد جاءت أطلالتها مع وضع نظارة شمسية أمام المرآة، وقد قامت بإظهار القليل من المكياج ومما جعلها إطلالة جذابة للغاية والتي جاءت مع طرق شعرها. الفنانة سلمى أبو ضيف شاركت بكثير من الأعمال الفنية التي جاءت من خلال السباق الرمضاني السابق، وهي التي جاءت مثل مسلسل راجعين يا هوى ومسلسل اختيار ثلاثة، وحيث أشاد الجمهور بجميع أعمالها وأدوارها على الرغم من الانتقادات التي أصابتها بالكثير من الأقوال والتي تنالها مؤخرا بسبب الإطلالات المثيرة التي تخترعها وترتديها من بين الحين والآخر. كل هذا الكلام قد أثار جدلا، وربنا يكرمنا وربنا يبعد عننا كل شر، وهنكمل معاكم الفيديو، خليكم معانا ما تمشوش، وهتشوفوا الأحسن والأفضل. ما تنساش تشتركوا قناة الملكة.